أسبق أن رأيت أي شيء غريب في القلعة؟ سمعت وشعرت ببعض الأشياء الغريبة هنا. أتشعر بالأمان هنا؟ أحيانا يكون الأمر مخيفا، ولكنه بالطبع لا يخيفني كثيرا. رأى الناس الذين أعمل معهم أشياء غريبة وكثيرة. غريبة؟ كان لديها كلب، لذا رأى الناس كلبا يتجول حول القلعة. وحدث شيء غريب آخر هنا، لربما أستطيع أن أريك هذه. إنها صورة التقطت على أرض القلعة. حين التقطوا الصورة ظنوا أنهم ينظرون إلى أحد المعالم، لكن حين تم تظهيرها فإنك ترى هذا الشكل الغريب غير الواضح في الصورة، وإذا نظرت إليه بتمعن أكثر فإنك سترى شكل رأس وفم وعينين ويدين غريبتين لها مخالب، مخالبها كبيرة جدا وقوية. هل أرسلت هذه الصورة للتحليل؟ أجل، وتأكدنا أنها ليست مزيفة، فلم يتم وضع شكل عليها. قال المختبر إنه ربما يكون دخانا، لكنهم لم يكونوا ليلتقطوا الصورة لو رأوا دخانا، لذا فإن الأمر كما يبدو غامض للغاية. وهناك شيء آخر مميز بقلعة دودلي، وهو أن للقلعة حديقة حيوانات. هل سبق أن رأيت حيوانات الحديقة تتصرف بغرابة بسبب وجود حسة سادسة؟ معظم الحراس الليليين شعروا بذلك، لقد شعروا بوجود شيء وسمعوا العديد من الأصوات المخيفة في المكان. ألهذا السبب تقوم بإحضار الكلاب معك لتشعر بالأمان؟ أجل، لأنه إن كان هناك شيء فستشعر به الكلاب، وعندها فإنني بالطبع سأعرف بوجودها. قد تفسر حيوانات الحديقة بعض مشاهدات الأشباح. حدثت حالة عام 1977 حين قال شاهد إنه رأى شبح امرأة بثوب ملون. أكان مجرد طاووس؟ أبلغ الناس عن سماعهم لصوت تضارب السيوف، ويمكن أن يكون هذا طبيعيا. قد يكون البعض يبالغ بالأمر. ألدينا تفسيرات أخرى لرؤية الأشباح وحدوث أمور غريبة في قلعة دودلي؟ يمكنني مساعدتك في ذلك أرايا. إننا الآن ندخل لمطبخ القلعة، وقد قال العديد من الناس إنهم رأوا أشباحا هنا في منتهى الوضوح. سنرى ذلك؟ أظنني أستطيع ضمان ذلك، لكن يجب علينا أولا أن نقف وقفة صحيحة هكذا. ماذا ترى؟ يبدو كشخص، لكنه ليس شبحا. عليك الانتظار حتى طلوع النهار لتعرف، ففي النهار سوف يبدو مختلفا تماما. أجل، إن خطوت خطوة لليمين فسأرى أنه جزء من الجدار. حسنا، هذا يفسر وجود شبح واحد في قلعة دودلي، أما البقية فلا أدري.